بالنسبة لماريتا، قد ايه ساعد انه يكون بيك عاصي الحلاني وامك كولات بولس الحلاني انك انت اليوم تكوني شخص ايضا رغم صغر سنك عم تدخلي بعمل اجتماعي هادف بمساعدة بطريقة او ما لتساعدي هؤلاء الاطفال اللي هن اليوم بحاجة يمكن الى كل واحد منا انه يكون حدهم؟ أنا من حظي إنه خلقت وربيت ببيت وين المساج تبعنا بيقدر يوصل أسرع من غيرنا، لأنه بي بيكون عاصي الحلاني. فمن نحن وصغار أنا وإخواتي تعودنا إنه دايماً نساعد العالم يلي بحاجة لهالمساعدة، وبعتقد إنه العالم اللي أكتر شيء بحاجة للمساعدة هن الأطفال يلي مصابين بالكانسير. ولفت إنه بي قدم هيدي الحفلة لطفولة بعتبره إكزامبل إنه كتير مهم بحياتي، بيشجعني أكتر وأكتر إنه شارك بنشاطات من هيدا النوع. يعني حكيتك جملة كتير مهمة، هي إنه من حظك خلقتي ببيت إنه رسالة بتوصل فيه أسرع. طبعاً يعني اليوم لما يكون في فنان معروف أو إعلامي معروف أو ممثل معروف أو سياسي معروف أو أي شخصية بالمجتمع معروفة بتكون قدوة بعمل الخير والعمل الاجتماعي، بتكون الرسالة بتوصل أسرع. يعني كتير كتير صحيح هيدا الشيء. وعاصي عودنا على كل يعني الأشياء الغير منظورة أكبر بكتير من الأشياء المنظورة اللي بيعملها بهيدي المجالات. بس أنتو كان عندكم أكتر من يعني ساهمتي بأمور قبل ما هيك؟ أكيد أنا عملنا كذا أكتيفيتي وبروجي كرمال نقدر نساعد طفولة. كنا نعمل كيك سيل وكار ووش، كانوا يساعدونا كتير الأهل والأساتذة بهيدول الأشياء. وقلنا كذا سنة منشارك بماراتون بيروت وبالجاردن شو، دايما ننزل لابسين تياب ملونة كرمال نلفت النظر تنخلي العالم يعرفوا أكتر وأكتر مين بتكون طفولة. ماريتا عاصي الحلاني، بدي حملك سلام كتير كبير للوالد، بدي هنيك، وكمان أنا بعتبرك كمان قدوة، بدعي كمان كل أبناء الفنانين أو السياسيين أو الشخصيات المعروفة أنهم أيضا ينوجدوا بجمعيات مماثلة ويكونوا على رأس احتفالات أو إيفانتس مماثلة لمساعدة خينا الإنسان.